في دارها وهي شارفة عليها تم تنين اختفات فجأة، وما كانوا عاطينها تليفون لأنهم يعني عارفين عنها ما عندها أصابها حتى، وقلعوا منها تليفون لعله يتواصل معها من الناس، قلعوها منها تم تنين اختفات. لو ودولها في الجيران ما راوا لها ذكر، لو ودولها في الجيران سابقا عيات تجيهم ما راوا لها ذكر. أعطاه 10 أيام بهذا علنوا الصع عنها وغدت في المواقع، حدنا احنا حدنا القبيلة كاملة تحركت، وبدأت القبيلة تتحرك بجميع النواحي بجميع وسائلها تبحث البحث التقليدي، ما خلات مطعم ولا خلات برتماه ولا خلات استراحة ولا خلات سوق ولا خلات أي شيء ما وزعت فيه صورها. وانذكرت أنه في بداية البحث أول ذكر انذكرت أنه فيه برتماهات اللي حذاء الأمومة والطفولة، لين جيناهم قالوا أنها منادمة ما تحرك عنا ولا أطل هون، وعيات تجي منهم في الليل وعهون واحد عاد بصحى معاها الصحبه اللي يشك حد عنها لا عنه لا زوجها، وشفناها قطعا تاكدنا عنها ما هي طبيعيه. اهل الباتيك قالوا عنها كامل، قلنا لهم حق بعد هي عندها ذي الحاله النفسيه، حتى شاف فيكي يعرف عنها طبيعيه ولا يلاحظ في اشياء غير يفوت يخالطها من قريب يدور يفطن عن عندها حاله نفسيه. ذلك لين قالوا لنا ذي القضيه، قلنا لهم عنها لازم نجبر الصد دليل، الدليل عنها هي. جينا المول بوتيك احد الامم الطفوله اللي ذكرها لنا، قلنا له يطلع لنا الكاميرا كاميرته، وطلع لنا الكاميرا، ولين طلع لنا الكاميرا شفناها، قلت له وقف هذه هي قبال ضرك الصاع، نعت لنا منادم اللي كان دائما قلت عنه مصحى معاها، قام فرف الكاميرا مولي لين شفناه قال لنا راعي، قلنا له واك ساعدنا الصبشي نعرفه هو في منين، قال انه هو يشتغل في هاي الصيدليه الصاد عليكم الساريه الاقصى، قيمنا واحد ينشركم الساريه الاقصى لا انا ولا قاش معايا، وشرينا من عنده صفحه من الدول بين ما نختار يشك فينا اياك نتاكدوا من صورته. ليش شفناه عرفنا عنه، ورجعنا للجماعه وقلنا لهم هذا هو اللي قالوا عنه، شهدوا لباتيك عنه يختلى بها في غرفه البرتماه اللي فوقانيه هون في الامم الطفول، شهدوا لباتيك بها هو خيطنا الاول. قمنا شور وعيطنا صار وحدين حكما من السلطات وجبناهم معانا، حقوا معاهم انفراديه وجاوه بطريقه بالحكمه، قالوا هاي متنا غادية وعندها حالة نفسية وانت ما لحقك من هالشي، وندورك تتعاون معانا ونعرف انك باك تعرف عنها ما هي بصحة وشي نبتو ولا لهم هالشي، وتعاطف معاهم واعطاهم رقمه وقال لهم وسجلوه بالفكلات لعله ينكروا، سجلوه بالفكلات وسجلوا اعترافه بالفكلات، قال لهم انا قطعا هي التليالي قطعا هي اللي كنت معاها فيه، ورا ذاك ما شفتها اختفت عني وانا اعطيتها رقمي، هي ما عندها تليفون اعطيتها رقمي عنها هي اللي تتم تتصل فيه ولا قط اتصلت فيه ورا ذاك، وبارك لين ساعدكم في مجيبتها لما جاتكم الليله الصبح الدور تعود في بيتكم. الدليل اللي جبرنا نحن صعنها متخلطه مع عصابات استقلها من ذيك الليله ما طرحت كراع هذيك المنطقه، ما طرحت كراع، عطينا فمات اياها مرابطين ما تينا خلوا حد الليل والنهار عند ذيك المنطقه، قالوا لنا ما تطرح كراعها هون. وتو انذكرت ان عند بل التبتابه برتماه ولا التبتابه، جينا للتبتابه وعلياتهم وقالوا لنا هاي المراه اللي هي كانت واخذه منهم قبيل وشاريه مطله منهم، شاريه مطله هون وطلعت هذا برتماه، طلعت هذا برتماه، وذا برتماه في شي من الناس اللي اهل الليل وحالوا لا هواها وما قصدوا الله وهاينين قاعد الكرتية لهم. قلنا لهم ساعدونا ساعدونا اعطونا رقم ذم ولا ذا برتماه، قامت واحده من عليات اهل المرسى قالت لنا ماني اعطيتكم رقمه، يا غالي يتلفن لكم ونقبض لكم اخباره بالشوء، قلنا له هو قاعد لندور، قامت وقبضت رقمه وتلفت عليه ودارت تليفونها على الميكروفون، ياك نسمعوا اللي تقاول معاه. قالت له انت هون المراه يلودوا لها اهلها من 20 يوم ندورك ذي المراه اللي حسها هون قلت عنها كاريه من عندك، تقول لهم اسمها؟ قال لهم ما نعرف اسمها، هي مراه لها ثلاث ايام كاريه من عندي، ولا نعرف اسمها غيرها، هي صفرة طويله ما هي طويله ولا هي قصيره. وبيضانية اعطانا مواصفات هو ابى يجينا، قالت له شيء موصي له افتح لهم يعرفوا كان هون، قال لهم هي ما يفهم، هي ضرك ما يفهم اللي هو قرداي برتماه، برتماه ضرك ما في حد، قالوا جيهم بعد يفتحوا يتاكدوا، قال لهم انا ماني صايب، وقفلت تليفونه من ذيك الوقت، جينا احنا داخلنا الشك لان قفلت تليفونه، داخلنا الشك لان برتماه قاعد ما كان يحرك عنه، وبرتماه عنده فم متوالي قدره ونحن جيناه من الخلف، وهو عنده فم متوالي قدره، اهر ذيك الفرصه اللي نحن واقفين فيها فم الخلف، دخل هو يقعد قاع لحقوا لحاله البرتمان، دخل هو وجمع جميع الفراش اللي كان فم وداروا مقازينه عنده. سمع ورجع من الفم،
وتمين احنا حاصرين قلنا اتصلنا على السلطات وجاءوا السلطات قالوا احنا ما نقدر نفتح بارته ماكو لا جموله تلفن على قرداي ما رفد رقمه تلفن على مولاه المالك جبروا رقمه وجا المالك وقال عنه قاع ما كان عالم عن بارته ما هو مكري عنه القرداي كان يقول له عن قط كلات ومد ومداير فيها بقاش وما بيتوخوا وعنه كان دائما يقول له الناس ما جاوا يوخوا دبشهم يقول له اه مع انه ما كان عالم عنه كاره الحد وهو هو اللي في علمه. قلت له انا معقول انك انت كاره بارتماه مالكو ما عندك اطلاع عن اللي كاره؟ قال اه قلنا له فتحوا النبر فتحوا ودخلوا معاه اشخاص لين دخلوا معاه اشخاص لحقوا اللي قلنا كذا صيفته ذيك طول الفراش يا غير بقى عليه شيء بقى عليه فم شيء دال على عن بارتماه كانت فيه الناس بقى فم بطط اللي فيها الكحول وسقاريت والطعام هو الجديد بلد ساندويشات وشياك نبتوا لكن ما كفطوا. قلنا له معقول عن بارتما ما كان مسكون وفيه من البطط وفيه من السقاريت وفيه بلوكين معقول عن ما كان في حد وذي 10 ديار اللي فارقين به شاهدين على بارتما ما تمرقوا الناس ليل ونهار عنهم زاعجينه. قال ان المالك انا بعد ما عندي فيه شيء وذاك عمل السلطه تتخذوا جينا عارفين عنهم اللي اختفت من فم انذكرت لنا على شارع مسعود ودفعنا عن فيها مره كانت استقلها ذيك المره نعطى اسمها هون وكردت عندي كوميساريا وطلقوها الكوميساريا قالوا عنها على كفاله وهذا هو اللي استغربنا منه عندكم كوميساريا قبيل قلنا لهم عن موش بحد يثبت ادانته في جريمه وينطلق على ذمه كفاله فاش قال جريمه فيها شرف رقاش فاقد الذاكره مريض باسم حيله اللي قاعد قاصر قاع في الحرة فاش قال رقاش ما هو مصحح ذوك ملف الطبي عندهم موجود يدل عنه مريض نفسيا والناس اللي تخلطت معاها كامله عن قرب لذلك ما تعطيها فضه ولا تطلبها فضه ما فيهم اللي تقول الدور دار والله مبار تمينا نتبعوا الخيوط لين ذكرت لنا لين العصابه فطنوا عنه ضيق عليهم الخناق عنهم عاد كل مولى تاكسي وكل مولى مطعم وكل مولى مبار وكل مولى برتماه وكل حد ماشي عنده صورته وعنده اخبارها فطنوا هما وفطنوا المراه مولي اللي نشكى منها على طريق مسعود اتصلت فيهم قالت لهم انتم ما في عندكم بلاصه وراك لا يتوخذوا منكم فداء كبش ان قالوا لهم نادم اللي مكرود هون والصيكه والله والبيكه والله والشيكه قالوا له انت تعود كبش الفداء وتعود ختامه وتعدل عقد لها ويعود يختم لك لها ونحن وراك وخلك كما هو. قالت المراه اللي مودع لها لين يجي عنها مودع لها عنه لا ودعها لها ونعت لها تاغط قال لها قالت له هاي اخبارها قال لها هاي متزوجها قالت له وين هو الدليل عنه نعت لها تاغط عن مزوجها عنه واعد وهذا هو يعدل النقل على تكردها له لين يجي وكردتها له بيك الصيغه قال لها لا تحرك تمت لين خاضت المراه هاي المودع لها وفتحت تليفونها مره عن فتحت تليفونها تخلص كونكسيون حسب كلام المراه وهذا لا سينما ما لا كاقوال لا نقولوا هاي الكبتو الين 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 قالت لهم الكلام قالت لهم افتح تليفوني والي المراه يولد لها المودع علي جيت متصل عليه والصيكه هذا قلت له انت المراه الودعتي قطع عنك معاها الهل هم 20 يوم يلودوا لها طرح عندي لاش عرف عني انا ما تثبت حملتها رد المراه لاهلها قامت اعطاته الرقم وتلفن على الارقام اللي مشهوره وتكلمت معاهم المراه قريب لها حتى والحق الحال احنا لان كل كرفور مقربين منه الناس دور الامن قبضناه نحن للاسف ما شفنا دور يمشوا الثالثه في الليل الثانيه في الليل الرابعه في الليل ما يقول ان حد وقفوا ذيك المراه منهم واحنا رانا عاطينهم صورهم عاطي الصور للمراه اللي نبحث عنها 20 يوم ما يوقفنا حد نباتوا في تفرغ زينه وبرتماهات نقلبوها نحن اللي مدنيين اللي ما يحق لنا نقلبوها ولا يقول ان حد انتم مش واعدين وهذا يا للاسف يا غير بعد الين قالت هي هذا تلفن هو عدل تمثيلية حد صنت الفوكالاته يعرف عنها تمثيلية مو قال لأنه ما هو خباري حتى في التمثيل. اسمع هو تقال لهم انتم متكم انا لا باتيني حال الله بيني معاها تمت لين جاتني وقالت عن مرطينها غراس هون وهاينينها وفيهم صندري وكذا وهاينين. قلت لها انا امي ما قد نقبضك عندي بيد مالي حرام علي وكذا يكون اللي عدت لها عرض معاك الفاتحه. قالت له والله هي رقاش فاقده ذاكره كل شيء قد تبي اي شيء صغير قد يمشي به يقوده ما عنده عقل مشات معاه توف وقال عنه لا مش شو ذاك الامام وعقدها ودعها قريبته عنه فقواله هو عنه ما مسها